فرح بالتزامن مع فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته 59 تنطلق اليوم فعاليات معرض الباصل للإبداع والاختراع والذي يقام في الفترة من بين 20 إلى 24 8 بمدينة المعرض. طبعا تتنوع المشاريع المشاركة من مختلف الجهات الرسمية والخاصة ضمن هذا المعرض. اليوم معنا محمد جلال بيقدر، هو مطور تطبيقات موبايل. صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ يسعد صباحك جلال. بالبداية خلينا نتعرف من حضرتك أكثر عن مشاركتكم اليوم ضمن فعاليات مسابقة الباصل للتميز والإبداع. تمام. أنا جلال بيرقدار، مطور تطبيقات موبايل. السنة صحتي فرصة كثير حلوة إني شارك بمعرض الباصل بدورته ضمن معرض دمشق الدولي. السنة فتحوا المجال قدام السوفتوير، التطبيقات أو البرامج الكمبيوتر بشكل عام. هو معرض الباصل بدوراته السابقة كان مختصر على البحوث العلمية وعلى الهاردوير كروبوتيك وهذا المجال. السنة كبروا المسابقة أكثر والمجال توسع أكثر وصار يضم تطبيقات سوفتوير بمختلف مجالات. أنا شاركت في تطبيقات موبايل. الملف اللي شاركت فيه هو تطبيقات سورية، قدمت فيه 7 تطبيقات سورية موجهة للمستخدم السوري. بهذا المعرض بهذا التجمع رح تكون فرصة كثير حلوة انه انا اتقابل مع المستخدم بطريقة مباشرة، كثير احتك معه اكثر، شوف شو آرائهم، شو المتطلبات اللي هن بدهم اياها لهي التطبيقات. هذا بشكل خاص وبشكل عام كمسابقة هي فرصة حلوة لحتى نحتك مع المبرمجين الثانيين ونشوف شوف المنافسة كيف رح تصير. نعم. جلال خبرتنا أكثر يمكن عن أهم الاختراعات يلي شفتها حضرتك، شو شاركت أول شيء بالتطبيقات اللي شاركت فيها ومن خلال احتكاكك ببقية المهندسين والاطلاع على عملهم، شو حسيت الشيء المميز والجديد اليوم؟ هلا بصراحة الفكرة يعني هي الفكرة كثير حلوة، فكرة التجمع، فكرة إنك تلتقي بأشخاص شكلوا معك فرق بالمستقبل إن شاء الله. أنا شاركت بتطبيقات سورية، هي عبارة عن 7 تطبيقات: الروزنامة السورية، الأطباء السوريون، المكتبة المدرسية السورية، المطبخ السوري، وفي تطبيق قرآن الكريم وتطبيق حيوانات مريحة. هلأ أنا بمعظم أعمالي شاركت بمسابقات عالمية ومحلية. هلأ أنا بال 2014 شاركت بمسابقة أبداع نظمتها سرياتيل بالتعاون مع جمعية سوريا المعلوماتية. الحمد لله أخذت المركز الأول عليها بتطبيق حيوانات مريحة، وكذلك الأمر بال 2015. هلأ بال 2016 شاركت بدبي بمسابقة الأليكسو على مستوى الوطن العربي كمان بتطبيق حيوانات مريحة النسخة المحدثة. وكان قبل النتائج وقبل المسابقة كان في معرض، ففكرة المعرض كانت أنه تقدم التطبيقات والمشاركة للجمهور، لأنه كان في نسبة من العلامة النجاح هي للرأي العام، للجنة التحكيم وللرأي العام. فكانت فكرة كثير حلوة هي الاحتكاك مع اليوزر بشكل عام، بس ما كان اليوزر الموجه تبعنا، يعني كان يوزر بشكل عام خليجي وأجنبي بشكل عام. اليوم بمعرض الباصل أنا حأحتك مع اليوزر تبعي، أنا حأحتك مع الحد اللي أنا موجه له الابليكيشن تبعي. فهي كانت فرصة كتير حلوة، وبالمناسبة الحمد لله بال 2016 بدبي أخذت المركز الأول على مستوى الوطن العربي. نتذكر هاي اللحظة، بنتذكر وقت أيضا حفل خلينا نقول النتائج لما رفعت العلم السوري وكنت ضيفنا هون، وهذا شيء أكيد بنفتخر فيه إنه وين ما رحت عم تمثلنا عم تكون بالمراكز الأولى. خلينا نحكي أكثر اليوم مجال السوفت وير، كيف عم تشوف هذا المجال؟ لأي درجة يمكن هالتطبيقات نحن بحاجتها؟ هل صار هذا المجال واسع استخدامه أم لساته خلينا نقول تاريخياً مختص بشركات تاريخياً معينة؟ نحن فيك تقولي من 20 سنة اليوم القطاع السوفتوير بسوريا قطاع منافس بقوة عربياً. يعني اليوم برامج المحاسبة السورية هي تنتشر بطريقة كثير حلوة كان بالخليج ولا كان حتى بالدول المحيطة اللي هي بتركيا مثلاً. على مستوى الوطن العربي في شيء بيشبه الدراما بمجال السوفتوير هو بين مصر وسوريا، كثير أقوياء بهذا المجال. هي بترجع للخدمات اللي نحن عم نقدمها كخدمات تعليمية أو حتى كدعم. اليوم مجال السوفتوير هو من أقل المجالات اللي بده دعم، نفس الوقت هو من أكبر المجالات اللي أنا بقدر أنطلق فيها كويب أو أنطلق فيها كخدمات بدون ما يكون في عندي فيزيكال، يعني بدون ما يكون في عندي أرض على الواقع استند عليها. فهذا الشيء كثير بيدعم المبرمجين وبيدعم المطورين. نحن اليوم بسوريا هي بيئة حاضنة لهيك مشاريع،
أصلاً بتوفر أدمغة كتير حلوة. اليوم بتلاقي بالمعرض في شغلات منافسة كتير كبيرة. أنا بمثال بسيط بال 2016 وقت كنت بمسابقة أبدع، المنافسة كانت كتير متقاربة بين وقت طلعت على دبي وكانت على مستوى الوطن العربي، كانت حتى ببعض المجالات أكبر بكتير. يعني أنا اليوم على مستوى سوريا في كتير خامات، في كتير يعني صراحة في قطاع، بس بحاجة شوية دعم، بحاجة شوية تسليط ضوء عليه، لأنه دائما أي صناعة أي تجارة أي بزنس هو بحاجة لشوية دعم وشوية وصول وانتشار. يعني اليوم أنا بشكر هاي المبادرة، بشكر هاي الفكرة اللي هي خلتني أقرب أكثر من اليوزر. اليوم أنا كمبرمج قدمت خدمة للمجتمع وقدمت تطبيق بلامس المستخدم بطريقة مباشرة جدا، بنفس الوقت أنا ما كتير بعرف هذا المستخدم شو بده، فكتير بحاجة لهيك ملتقى، كتير بحاجة لمؤتمر. أنا بشكر هاي الفكرة. يعني اليوم وزارة التجارة الداخلية سمحت لنا بهاي الفرصة بمعرض الباسل، أنا كتير فخور فيها وبتمنى كل سنة تتكرر يا رب. أكيد أكيد. يعني جلال عندك كثير مشاريع وكثير طموحات، خلينا نقول مهمة، وممكن تكون هي فعلا مشاريع كثير كبيرة بالمستقبل، لكن إذا بنحكي عن الصعوبات اللي بلشت معك، الصعوبات اللي ممكن أنت حاسب لها حساب لبعدين إنه كيف ممكن تتخطاها لحتى توصل لحلمك الكبير؟ هلا أنا بصراحة حبلش من الأخير، أنا يعني حلمي إنه أوصل للعالمية بتطبيقاتي. اليوم أي مشروع كبير هو لازم يبلش بخطوة، فأنا بعتبر حالي الحمد لله عملت أول خطوة وقدامي لسه خطوات كتير، بس لحالي ما بقدر أعمل شيء. اليوم دائما أنا بحاجة لبيئة حاضنة. يعني اليوم أنا مثلا أبسط مثال، أنا قدمت خدمة أو قدمت أبليكيشن المكتبة المدرسية السورية، أنا بدون وزارة التربية أو بدون الأبروفال من وزارة التربية كإشراف أو كحتى بالمينيموم الموافقة ما بقدر أعمل شيء. أنا قد ما انتشرت قد ما قدمت خدماتي ما بقدر أطلع عن نطاق وزارة التربية اللي هي بدها تحتضن هذا الشيء. هلا مشكورة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، صار في تعاون بتطبيق دراما سوريا، هلا ان شاء الله هو انتشر هلا بالنسخه البيتا، حتكون بمعرض الباسل ان شاء الله، بعد تقريبا شهرين رح يكون الاطلاق الرسمي مع التعاون مع قناه سوريا دراما. انا كثير فخور بهي العلاقه وبهي الشراكه. يعني انا اليوم قد ما كنت ما بقدر اصل بالابلكيشن تبعي للدعم كلحالي، ان كان كانتشار ولا حتى كماده ولا كان حتى كمحتوى، بدون الاذاعه والتلفزيون، بدون مثلا قناه سوريا دراما. فكتير بشكر هذا التعاون، كتير بشكر هذا الحس انه نحن بدنا نعمل شيء. يعني وانا ان شاء الله برايي الامور رايحه للافضل. نحن هون بسوريا مشاريع السوفت وير عم تلاقي دعم، كان بجامعات خاصه كمسابقات ولا كان بالطرح. يعني انا اليوم كتير فخور انه هي تقريبا سابع مره بطلع بحكي فيها عن شغلي، هذا مره عن مره بتعطي دافع، مره عن مره بتعطي امل انه لا انا بدي ارجع قدم شيء جديد ان شاء الله. تماما. يعني جلال ذكرت مجال التعاون، يمكن الناس شوي بتقول شو يعني تطبيق سوفت وير على الموبايل، شو يعني تطبيق دراما، شو رح يسمح لي اعمل؟ خلينا نشرح شوي للناس، يمكن تطبيق الدراما شو رح يكون، تطبيق الكتب المدرسيه شو هو، تطبيق يعني خلينا نشرح هيك للناس، انت من خلال هذا التطبيق السوري شو بتقدر تعرف من معلومات، شو بيقدر يحصل عليه المستخدم من معلومات لما بينزله على الموبايل. تماما. هلا بمجرد انه هو تطبيق سوري فهو رح يقدم لك الخدمه اللي انت بدك اياها بالضبط. نحن اليوم معودين على تطبيقات قد تكون بالمجمل ما لها عربيه وقد تكون معربه، يعني هي التطبيقات المعربه ما بتلامسنا نحن بشكل خاص، فلا انا حبيت لا روح فيها لطابع محلي اكثر ونافس بهذا المجال، هو مجال كثير حلو. بلشت بتطبيق الرزنامه السوريه، الحمد لله صار في عليه تحميلات كثير، 200,000 داونلود خلال سنه واحده. هو التطبيق بيعرض اوقات الصلاه وخدمات كثير محليه، احوال الطقس بسوريا، كثير امور تفاصيل عنا بسوريا. تطبيق المكتبه المدرسيه اطلقته السنه الماضيه مع ايلول ببدايه المدارس، كان بيضم الكتب المدرسيه من الصف الاول للبكالوريا بفروعها العلمي والادبي والتجاري، بيساعد الطالب على انه يكون دائما الكتاب المدرسي قريب منه بالاوتوكار بالبيت بالاجازه بالوقت اللي ما بيتوفر فيه الكتاب الورقي. واصطدمت بفكره حلوه، طلعت انه في اشخاص برات البلد بدهم يقدموا بس ما عم بيقدروا يحصلوا على الكتاب الورقي او على المطبوعات، فعم تكون كثير تكلفتها عاليه لانه عم بيحصلوا عليها ويرجعوا يطبعوها. فانا اجتني تعليقات كثير حلوه وفيدباك من اشخاص استفادوا، عملوا دراستهم على الايباد
وعلى التابلت من خلال هذا التطبيق، من خلال هذا الابلكيشن، ونزلوا قدموا بال على موسم الامتحانات يعني. فكانت فكره حلوه والسنه طورناها اكثر، وراح بالتعاون مع اكثر من قناه ميديا على اليوتيوب، وعلى التعاون مع التربويه السوريه حيكون في محتوى فيديو بالاضافه للكتب المدرسيه. تطبيق دراما سوريا هذا مع التعاون مع قناه سوريا دراما، هو راح يكون ارشفه رقميه للمسلسلات السوريه تاريخيا من 1960 لهلا 2017. يعني اي حدا بده اي مسلسل يمكن حتى من زمان تماما يكون في دعم لهذا المحتوى البصري من قبل اكيد القناه وارشيف التلفزيون. هذا الشراكه الناجحه اللي انا ذكرتها. اليوم ما بقدر لحالي اعمل هذا الشيء طبعاً. اليوم انا حدودي هي سوفت وير، انا اليوم حدودي انه انا طالع الابلكيشن، بس المحتوى ما بقدر اعمله لحالي. يعني اليوم نتفليكس هي بالنهايه شركه انتاج، في بارت منها هو اللي نحن بنشوفه كابلكيشن او كويب سايت او كخدمه نحن عم نشوفها، بس هي بالاساس في وراها شركه انتاج. فانا اليوم حبيت اروح باتجاه الاذاعه والتلفزيون، هي الاوفيشال عندنا حتى بالتعاون مع نقابه الفنانين، فيها كل المسلسلات وبالوقت نفسه فيها ارشفه لكل الفنانين ابتداء من العظماء والكبار اللي نحن بنفتخر فيهم ابتداء بالجيل الصاعد، نبذة عنه ومعلومات وعناوينه على مواقع التواصل الاجتماعي وربط بين الفنان والمسلسل. هيك يمكن ننافس ويكيبيديا حتى بما يتعلق بمعلومات اللي بتخص السوري. يعني نحن وقت بنكتب عنه غير وقت بيكتبوا عنه. تمام. يعني دائما الكتابة بلسان الأنا بتطلع أوضح. واليوم يعني كثير حلو انه مثلا انا افتح اقرا شيء انا عامله. يعني اليوم ما في حدا كاتب عن صح النوم مثلا مثل ما لازم ينكتب، كله كاتب عنه تجاريا، بس ما حدا كاتب شو اللي صار او شو اي سنه او شو الممثلين. دائما نحن عم نطمح لحتى نعمل شيء حلو، وان شاء الله راح يكون منافس لويكيبيديا حتى يشتغل لتطبيق اي ام دي بي العالمي للسينما. يعني كمان ان شاء الله بدنا نعرف منك شو توقعاتك لهي المسابقه، كيف شايفه انت هي فعلا على المستوى في تنافسيه كثير كبيره مرعبه، شو مستقبلها تماما؟ فنحن حابين نعرف حتى شروط التقدم لك كيف كانت؟ هلا هي كمسابقه بصراحه يعني بتفتح افاق كثير كبيره، بترفع مستوى الطموحات. يعني اليوم انا الحمد لله طموحي دائما كبير وطموحي دائما المركز الاول، بس اصطدمت بدكاتره واصطدمت بمشاريع عملتها شركات. يلا بيصعب هذا الشيء، بيصعب بطريقه تبع انه انا برات المنافسه. فبس هو الشيء الحلو انه انا بدي اعطي من كل قلبي. انا اليوم مثلا طبعت بروشورات بكل التطبيقات، انا هدفي اتواصل مع الاشخاص. يعني انا هدفي بصراحه هذا اللقاء. يعني اليوم كثير كانت فكره حلوه الاختلاط بدكاتره وبروفيسور في بالستاند جنبي، الدكتور عمره 60 سنه، ما في مجال انه انا يعني هذا لحاله بيرفع مستوى الطموح. بالنسبه للمسابقه في شغله كثير حلوه صارت السنه، انه بابلكيشن صغير بتعبيه فورم معلومات بسيطه، اسم المشروع واسم صاحبه، واذا له حقوق ملكيه رقم الحقوق الملكيه تبعه بتقدم لوزاره التجاره الداخليه، وبغري بياخذ الابروفال. والعدد الهائل اللي المشاركين فوق 600 شخص بالحاله بيوضح لك قديش كانت الامور ميسره. يعني حتى في مشاركات اوفيشال من جامعه دمشق، من بعض المحافظات، في مشاركات من العراق انا شفتها. فبتمنى تزورونا بالمعرض وتشوفوا اكيد أكثر. خلينا نذكر المشاهدين اي ساعه اليوم بيتم الافتتاح والجناح المتواجدين فيه. افتتاح الساعه 5 من 20 ل 24 الشهر بجناح معرض الباسك. اكيد بدنا نتمنى لك كل التوفيق. قبل ما نختم، شو بتحب يمكن توجه رساله لكل الشباب المطورين ايضا واللي عم يعملوا بهذا المجال؟ اول شيء بدي اشكركم على هي الفرصه الحلوه كثير. ثاني شيء بدي اوجه هيك رساله بسيطه، انه هي الحياه فرصه، وانا بشوف في كثير فرص ما قدرت استغلها، بنفس الوقت في كثير فرص استغليتها وعملت شيء كثير حلو بحياتي. انا برايي دائما لازم احنا نبحث على هي الفرص ونبحث على اي شيء نحن بيساعدنا على انه نطلع لفوق. اليوم معرض دمشق الدولي انا برايي فرصه كثير كبيره لحتى التقى باشخاص اشتغل معهم والتقى باشخاص اشتغل لهم، فهي فكره كثير عظيمه، وانا برايي هي فرصه كثير كبيره. بتمنى انه الشباب اللي عندهم طاقات يستثمروا هي المبادرات الحلوه. يعني اليوم حتى في جوائز ماديه عاليه عم تصير لمسابقه الباسل، في جوائز معنويه. انا برايي مجرد انه انا اكون قدام بروفيسور عم بحكي عن مشاريعي فهي لحالها جائزه.
بالنهاية فرصة، أنا بتمنى كل الشباب يستغلوها. من أول ما يكون عندك حلم أو ما يكون عندك مشروع وحابب تقدمه، دور على الفرصة واستغلها، وأكيد حتلاقيها ببلدنا بسوريا. كمان للشباب والمهندسين والدكاترة اللي حكيت حضرتك عنهم، بدنا نوجه لهم كمان تحية، لكل شخص شارك بهي المسابقة ولكل شخص عنده هذا الطموح اللي عندك يا جلال. كتير بدنا نشكر وجودك معنا لليوم. شكرا لك. بدنا نتمنى لك التوفيق والجوائز العالمية كمان. يا رب. شكرا لك جلال. شكرا لك.